حطوا الصنادر ديالكم الصلاط ديالكم عندك وتمشي تشري وديك الاخرى الزرقاء راه حلتها فوالا تمشي تتخمي كلشي فين هو نفسه كتخمم ديس فوالا هذا مليون موس بمليون اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة سمو اخر روتين عند اختي نوال في روتيني الصباحي وروتيني المسائي لمدة يومين ضحك ونشاط وخرجات وإفادة نقول لكم البنات ما سخيتش البنات ما سخيتش شكركم على الحب نتاعكم على التشجيع نتاعكم على التعليقات نتاعكم شكرا لكم من كل اعماق القلب ترجعوا معايا شو شويه اللور حيت مشينا للحمام المهم مع التفاصيل غادي يكونوا في هذا الفيديو هذا رجعوا معايا شو شويه اللور غادي معاكم نتلاقى معكم هنا ايوا اليوم هربتني اختي خلينا زوجي واحد مع اربعه ديال الدراري قلت ليه اخويا دير ستاج دونك تزادوا ليك جوج ديال الدراري اون بلوس دينا اول حاجه مشينا ديريكتومون للحمام مشيت للحمام كنت انا وماما مشيت انا وماما وفاش طاحت لينا ميسا وهادي وانتي اخر نوبه مشيتي للحمام اخر نوبه اخر نوبه في المغرب حتى في المغرب ما مشيتيش ديك النوبه كاع سي ما عرفتش ما بقيتش هادي عامين هي عامين ما نزلتش للمغرب وانتم البنات اخر نوبه مشيتوا فيها للحمام امتى قالوا لنا حطوا الصنادر ديالكم الصلاط ديالكم البنات هذه هي البلاصه اللي تيحيدوا فيها الحوايج كيفاش جاتكم كل واحد بالبلاكار نتاعو وعندو السوارت وحنايا تحميمه واش من تحميمه الحمام رائع فريمون حمام صغير ما مكبرش بزاف نسينا راسنا انا يا اختي نسينا راسنا كاين واحد الوقيته اللي نسيت فيها راسي فياش في الحمام في الصونا وفي الكوماج وصابون واخ تدخلوا بعدا تتلقاو بعدا كنت غير انا ونوال بوحديتنا في الحمام ما كان حتى حد تدخلي تدخل معك السيده تتقول لك اش ديري دخلي للصونا داك تماك فاش كاين الفابور سخني وخرجي عاوتاني نفس الشيء داكشي درنا حنايا زعما قلنا بنا ندخلوا انا نحك ليا وهي تحك ليا صح حنايا خدنا الفخفي هي اللي حكت لينا واحد الجزائريه تحيه كبيره لجميع الجزائريات اللي تيشاهدوا اليوم قناه سوما ظريفه بزاف 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 صافي حكينا هضرنا شي شويه درتشنا مع بعض خرجنا لقيناها نصيبه لينا كويس ديال ياتاي شي شويه ديال الحلوات الحلويه الجزائريه صافي خرجنا هذا المكان فريمون كانت ساعه ونص ديال وما جيوبلي لي زونفون جيوبلي لو ماري ودابا العوده الى الواقع وجبات في دقائق قبل ما نخرجوا ونوال هي اللي غادي تكلف دهزت الدجاج قطعته قطع صغيره درت فيه شويه ديال الملحه خلاته تقلى تزيد عليه الفلافل خليه يتقلى نص تقليه لحقاش انا جيم بيان كون لو بوافري كون كروكو طيبو نص طيبه وتنزيد عليه لو بواف ولي عمر وقيلا كثرتي لو بواف دونك جو بواف دونك بالنسبه للتنسيمه فكل واحد ينسم على حسب الذوق نتاعو وبالنسبه للصوص فقالت لكم بان هذه اول دي باسو فريمون من احسن ما يكون راه موجوده راه تتباع في جميع المحلات التجاريه سينو غتقبطي غير مطيشه وفلفله حمراء وشو شويه ديال التوابل غتخليهم يتطبخوا مزيان وغتطحنيهم هذيك هي لاصوص بعد ما تديروا الدجاج وتديروا الفلافل الملونه تتقطعوا هذه وتتصيبوا وعندكم راه هذه عندك وتمشي تشري وديك الاخرى الزرقاء راه حتى تشوفي ديك الفلفله تطيب تطيب شي شويه وي ياك دابا انت اللي صيبتيها البطاطا هذه ودي لا هذه شريتها ولكن بعد ما تنصيبها ولكن نديرها من السماء هي كاينه من السماء كاينه من السماء انا زدت فيها النسامات تديري فيها لالا فيان تديري فيها ان بو دو بازيليك سي لي زيرب دو بروفانس و الاعشاب المنسمه هي الاعشاب المنسمه وشويه للطاي الا عجبك طيبتها بوحدها بلا زيت بلا والو اما بالنسبه للبيض فحتى هو طيب بوحديته
دير البيض وتبقاي تحركي تحركي حتى تيتكون لك بيض داير بحال هكا تتخلطيه مع الاخر. دونك هذا تيتخلط مع هذا كلشي تيتخلط بشويه بشويه وبالاخر كاع اما هذه تنزي فاش تنصايبوا الطاكو صافا نوريك تنصايبوا البيتزا. هذه انت اللي صايبتها؟ هذه انا اللي صايبتها. سي لا كريم فريش وتزيدي عليها الفرماج غابي وشويه البزار وشويه الملحه. زدت دابا البطاطس اللي طابو في الفران ومسمي بالاعشاب المنسمه. وموراها تزيد البيض الطيبات بوحديتو وتزيد لاصوص، ولكن عندكم اختيار اما غادي تخليوها هكا ولاصوص غادي ديروا كل تاكوسه بوحديتها كل تاكوس بوحديتها، سينو تتخليو حتى ديك لاصوص اللي صايبات بلا كريم فريج والفرماج تخلطوا كلشي في لا مارميت وتتحطوا في لي تورتياس تيتكون لكم دي تاكوس. وها هي نوال دغيا قضات الغرض عوض ما تمشيو تاكلوا في الزنقه مع الوليدات نتاعكم فدغيا تديري وجبه سريعه من احلى الوجبات بالنسبه لي من احلى الوجبات السريعه عندي لي تاكوس في ميزون. البنات قولوا لي الوجبات السريعه اللي نتوما تديروا من غير البيض والمطيشه. ومورا الحمام قبل ما نخرجوا غادي نستعدوا دونك غادي يكون ميني جيت ريدي ويدمي انا واختي في الحمام غادي نوري لكم كيفيه تصفيف الشعر في الشتاء باش ما يتنفخ لكمش ما يولي لكمش كي القفه. نخرج الماتيريال هذا سي بارتي. كيفيه تصفيف الشعر لوحدك في المنزل. الله لتصفيف الشعر كاين بزاف ديال الطرق ولكن في فصل الشتاء بالنسبه لي عنده طريقه اللي هي مضمونه باش الشعر نتاعك ما يوليش كي الكفه ولكن خاصك تمري من ثلاث مراحل. المرحله رقم واحد هي تنشفوا الشعر بلا بغوس وفلونط غوتاتيف باش نزيد هكا يعطينا الفوليوم وينفخوا لينا. دابا المرحله الثانيه تنجي تنقط الليفر و تنديرو في الجدار. انا ما تيقضليش الوقت بزاف تنشفو تقريبا كياخذ ليا نشفو دغيا عندي سيشوار سي كو لي تري بيان عقلتي السيشوار انت اللي تشريتيه ليا هذا اللي كنتي شريتيه نصحتيني باش نشريه سي جي اش دي هي دغيا تنشف الشعر وانا تنشفو تندوز عليه لابغوس فوالا سان برون تو 10 مينوت تنجمع الوقفه والشعر راه تيكون ها شتي ما دايره ليه لا غيان جوست لو شامبوان لا والو غيان. دابا انت دابا تنصحيهم اختي بوغ موا سي تري براتيك تري براتيك. دونك بالنسبه للنوال المشطه هاد المشطه اللي تتمشط بها فهي المشطه ديال لا مارك دافني كانت وراتها سنه ناس في واحد تيتوريال شوفو قالت لكم بان اللي شعرو هكا شويه واقف فالمشطة حسن ليه من لابغوس وفلون تغوتاتي دونك هادي هي نصيحة من نوال. انا يدر هكا و تيهضر عليك الشعر والو هاكو باي فيغا بلاصه تقربي و ديك الساعة ولادي الشعر ما تيهضر عليه والو تيبقى هكا حتى تمشي للماء للبحر هكا تيبقى هكا تيبقى وطيب يجي كيما سيما صافي تنقبض البوكلور و تنبوكلي غير الاطراف التحتانيين الناس اللي هما تيصوروا لحقاش في الصيف شعري قطعتو هكا انا هنايا قطعتو هكا دابا تبارك الله غادي اوطيطوال راه درت لكم انا يا روتي لتطويل الشعر على قناه سمر غادي نخلي لكم الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف غادي نوري لكم فيه لكم خيمين اللي كنشرب زيوت طبيعيه كيفاش تكثر كيفاش تسترجعتو من بعد ما هرسوا ليا الكيراتين والليساج صافي شفتو انا هي درت دابا هكا غادي نبدا ندير ميك اب تيتوريال ميك اب بال ما والو تمشي حتى تخمي كلشي ما والو تفكر في نهار الاثنين نهار تخمم على عباد الله تخمم بس اليوم علاش مشيت تخمم تخمم على كلشي علاش تخمم اليوم في الليل نخملو لا الراجل بيقول سالي بعدا دبي معاه وما عادش يدوي اختي الليل هبط وانتم باقي ما جمعوا حوايج ما جمعتوا حوايجكم ما والو راه غادي يكون عيان صافي بخير ما اختي ما كنبغيش نتاخر في داكشي لحقاش انا الا قال لي عمر زيدي غادي نمشي ها هي الا قال لي زيدي اختي حتى انا غادي نجيو من بعد نمشيو ندورو ندورو جينا ما مشيناش للسونتر ديال الولاد قلت علاش لا اليوم بروفيت ولا لا.
ايوا الواحد هو اللي يسمع كلام راجلو، شكون اللي بحالي حيت يكون عند روم؟ الله يحب باك زيد واحد النهار. اي فوالا، كيفاش جاتكم النتيجه النهائيه؟ راك احسن ولا لا؟ يلا دابا غادي نخرجوا، كنت غادي نحيد عليه، ما عرفتش نقاد هادو ولا لا. هو ضربات لينا واحد جبدات لينا جبده. نورمالمون 15 مينوت غيف خصنا نزلو في غيب غيفا سونتر فيل. دابا حنايا وصلنا للسونتر ديال سويسرا، يعني جنيف. البنات في سويسرا هما معروفين بليكوتوا بات بلي بري اوسي. شنو هو الموس باش دابا بحال مثلا هذا 129 اورو الموس، 200 اورو سيلوي لا 600 فرانك، 105 اورو 600 فرانك. هذا البنات اللي تنوري لكم ناري 1000 فرانك، فين هو 990 فوالا. هذا مليون موس، موس بمليون. بقولكم بعدا حتى لو تحبي الدجاجة راه. وحنايا دابا في واحد المحل ديال بيع الاواني. اي مي فيا فوار سولي لي تري بو وا لي 540 فرانك ما نحطوش. Il a 300 francs. Alors, je te dis pas pour les autres. En fait, ça, juste ce service-là, t'en as pour 1000 euros. Ouais. Malakin Razouini, qui joue comme le Benet. Au Maroc, on avait des trucs comme ça. Hein? Voilà qui m'a chip. 3192. Ouais, Allah, aussi. T'as besoin de 3 millions. Oh, comment? Je dis que c'est très joli. بحال مثلا هاد الصاك جوست المليون ياك با تري جي با في شوي مره سي جو دي سون ها هو جاي يجي ولي كول سير. الصاك غزال هذا، ها الصاك زوين. ضحكتني نوال، انا مخلوعه نتقلعي مع راسي. دونك بالنسبه لهاد السيكات فما تيحطوش الاثمنه كما تشاهدوا معايا حيت اور دو بري، يعني الاثمنه غير مناسبه. الصاك من 3 المليون الفوق، 3 4 5 6 7 حتى 8 المليون وانت يا طالعه الفوق للصاك الواحد. سويسرا هي من بين اغلى البلدان عالميا، يعني معيشه فيها الرفاهيه، ولكن خاص تكون عندك واحد الصاليغ اللي هو كبير بزاف. الصاليغ نتاعو ماشي بحال بلجيكا وماشي بحال فرنسا، فهو مضوبل، يعني السميك نتاعهم هو مضوبل على فرنسا ومضوبل على بلجيكا، ولكن المعيشه فيها غاليه. دابا وصلنا للاك، اللاك اللي كاين فوسط جنيف.
حيت تكوني تبارك الله خارجه مع 4 ديال الدراري غير الدوري وتشوفين المحلات فصعيب. وقفنا في ماكدو لابد باش يرتاحوا هما شي شويه في نفس الوقت ياكلوا شي حاجه ونكملوا ديك الساعه الجوله ديالنا. ميرسي. الساندويتشات ديال ماكدو باش تيكروك ما فيهم لا سالاد ما فيهم والو، بحال تحطوهم لك حافيين. الشعر كوز ولا لا؟ قالت لكم بان الشعر غادي يوقف ليا وغادي يولي مسعكك. متى 12 فاش ما تعرف 12 قلت لك نو يا تبعتوا لا ستوس اللي وريت لكم ديال الشعر هكا البروشينغ نتاعكم واخا حضر بحال تيبقى ما تيوقع ليه والو. كان خاصكم تبعوا دوك لي 3 ايتاب اللي وريت لكم كيف يتسكيف الشعر في الاول. عيطت تسرحي بلا بروسو بلون دروداتيف باش يعطيكوا الفوليوم، تبقى بدي داك لي سور وتجي وتتسرحي لي غاسين نتاعك باش ما يطلع لك الشعر بلا ما تسرحي لتحت. لحق شكون هو اللي كيطلع الشعر وتيشوكو وحيت تسرحيه باللي سوق وتخرجي البرد وتتقبطياش باش يبقى باش يعطيك هكا واحد لي في اونجولي قبطو ديري لي اونجولاسيون وتيبقى لك بحال هكا في فصل الشتاء. وتديري لي واحد الزويته من التحت شويه ديال زيت ارغان من التحت. وجينيرال الا لاحظتوا بان لي ساندويتش ديال ماكدو ما تيشبعوش نهائيا، والحاجه اللي تيكثروها بزاف هما لي غلاس. يعني الا مشيتو تماك خذوا غير غلاس غتشبعوا بلا ما تاخذوا ساندويتش. هنا فاش غادي نتسناو؟ ماشي هنا احنا دابا تنتسناو الطخام يجي. ما باقي ما وصلناش يلا معنا. دونك جينا واحد البلاصه اللي هي حلال. اشنو هو البلا اللي تدخل ديما هني انتي يا نوال؟ طون بلا بريفيري. هذا فيه لي سكالوب، فيه البولي، فيه الكرته، وفيه المرقاز. وهذا فيه لانيو لي بروشيت دانيو، فيه البولي والكوتليت. واش البنات نتوما متفقين؟ بالبنات اللي هما تيقولوا لحقاش تجي تكتب لي انا على القناه بان طعام غير المسلمين حل للمسلمين الا ما كانش فيه الخنزير، يعني اللحم والدجاج اللحوم بصفه عامه مكلينا ناكلهم الا كانوا لحوم من اهل الكتاب. كتب عليكم بانني ما زعمتش ما قدرتش، لذلك تشوفوني الحوت الحوت الحوت، ولكن قلت لهم الله يحمي واليديكم ديوني شي غير صوم حلال. ديوني شي غير صوم حلال. جابونا واحد السناك اللي هو حلال زويون ولكن ديال الاطراك. شكون فيكم اللي تياكل من غير الخنزير لحوم هكا ديال اهل الكتاب اللي ماشي حلال؟ يعني تيشري اللحم وتيصايبها وتيمشي للغيستورون وتياكل اللحم عادي جدا بيان سور بين قوسين من غير الخنزير. وشكون لي ولا لا بد ليه من اللحم خاصها تكون حلال ويشريها من عند الجزار؟ لا بد. نقرا هكا شي في التعليقات نتاعكم. صباح النور، صباح الخير صافي. وي جو سي با ميز ديال الصباح والشمس راه باقي ما شرقت. يلا شو شويه بدا النهار تيب فقق يعني اللي جا اللي جاي جا غادي يجي وغادي يمشي. وجاء لجو دو روتور يوم الرجوع اللي سبحان الله العظيم اللي تيجي تيبقى ضيف 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 واحد النهار غادي يمشي غادي يمشي. دونك ما كانش المغال لا بالنسبه لي ولا بالنسبه لاختي، ولكن هذه هي سنه الحياه. البنات شحال هذه ما شفتوش الاحباب نتاعكم الوالدين نتاعكم الناس اللي تتبغيو، يعني شحال من عام شحال من سنه تشوفوهم كل عام ولا لا؟ Thank you.
دغيا تدوز العمر هو اللي تيدوز، يعني حيت تكون هكا مع الاحباب نتاعكم والناس اللي تبغيو، حاولوا تبروفيتيو، حاولوا تدوز معهم وقت اللي هي زوينه، حاول يكون هكا البونيمور هو اللي جمع بيناتكم. هذا ما كان دغيا دغيا دغيا، شحال دابا كل سنه عندها وانا غيستيكون بيها شي شينا وين 5 جوغ 6 جوغ 6 ايام 6 ايام دغيا دازو دغيا 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 دازو. سي بون سي لا سورتي، خرجه وحنا غنديرو قبطو الطريق بين الانفاق ديال الجبال عاد نخرجو في لوتوروت. ما بقاو ندورو وندورو وندورو وندورو، دايرين نفق في وسط الجبل، جامع شي 3 و4 ديال الجبال، بدا تخرجي عاوتاني للجهة الاخرى. خرجنا مع 8 الصباح، دابا وصلت الجوج، باقي ما وقفناش، وقف واحد شويه وعاودنا ركبنا انايا مازال شي المزلير هو والدراري باش يتمشاو شي شويه. دابا وقت الغداء، دونك وجبه الغداء، وهنايا وقفنا لقينا واحد قلت ليه ماكدو صافي سي فيني فينيتوس قلنا ليه برجر كينغ زوينين، عندهم لي ساندويتش زوينين، يعني فريمون فيهم لا سالاد وعامرين زوينين لذاد. Bonjour. Bonjour monsieur. 4 menus Big Fish, s'il vous plaît. 4 menus Big Fish. Ouais, tout à fait, ouais. Tout du Coca, du Pepsi. Frites Coca pour tous. Frites normales ou classiques ou potatoes. Potatoes. Deux frites normales et deux frites potatoes. On n'a pas de potatoes. 4 frites normales. Donc 4 menus Big Fish. Avec mayonnaise, s'il vous plaît. Que mayo? Un peu de ketchup. Deux mayos, deux ketchup. D'accord, y'a pas de soucis. Un souci, monsieur? Ça sera tout. 27,60€ à la prochaine. Merci, monsieur. Je vous en prie. هاد الوجبه ديال الغداء ما قلت ليه ما ندخلش عيانه فريمون، بغيت نتمشى في شي بلاصه وبغيت نشم شي شويه الهواء يكون نقي، وهذه هكا ساعات كثيره في السياره فصعيب بزاف. دونك مشينا لشي بلاصه هو اللي دانا ليها غزاله، غادي تشوفوا معايا. جيني زنا راسي بحال مدوخه، داير فيه الحوت، فيه لا سالاد، فيه فرماج، فيه ماتيشا، وفيه لا مايونيز. كان هذا روتيني من الصباح حتى المساء ليومين، اخر روتين عند اختي، اخر فلوغ
عند أختي الله يلقينا إن شاء الله في ساعة الخير، ويلاقيكم إن شاء الله مع الأحباب نتاعكم في ساعة الخير. استمتعت كثير كثير وأنا تنصور لكم هذه الفيديوهات. شكرا لكم، شكرا للحب نتاعكم، شكرا للرقي نتاعكم في التعليقات، شكرا لكم من كل أعماق 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 القلب. دونك بالنسبة للمونتاج خذ لي ساعات ما نقول لكم شحال، ولكن بغيت ساعات باش توصل لكم واحد الكاليتي اللي هي تكون غزاله فريمون. انا يعجبني الكاليتي ديال المونتاج اللي تندير الان. دونك اي تعليقات، اي فيديوهات اخرين بغيتو تشوفوهم على على قناه سما، اي مواضيع، اي حاجه بغيتو نديرها لكم ان شاء الله، واش بغيتو ندير لكم دي ريزولوشن ديالي ولا لا، يكتبوا لي هادشي في التعليقات. وصور ديال العائله كما وعدتكم راه غادي تلقاوهم على الانستغرام، الانستغرام ديالي البنات هو سما تي في. احبكم 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 احبكم، والقاكم ان شاء الله قريبا في فيديو جديد على قناة سوبا. لبلوغات اخرى والمزيد من النشاط والحيوية والتفاؤل، وركوا على هذا الفيديو هذا، غادي نتناكم تماك.